يوم 20 ابريل 1784. تقول ادهشنا خلال نزهتنا على ظهور الخيل امس مشهد غريب في الريف على مسافة قليلة من المدينة. توجد في بلاد البربر المقابر عادة خارج المدن، وعلى غرار ما كان يفعله القدامى، تقصد عندنا في اوروبا، وتشبه المقابر العديدة من حيث الشكل، تتشابه يعني المقابر العديدة من حيث تتشابه المقابر، وتبدو وكأنها سطوح المنازل لمدينة صغيرة، وترمز القبور العظيمة إلى الناس العظماء من ذوي المقام الرفيع والجاه العريض، وتمثل الأبنية الضخمة التي يتناسب حجمها مع المدن الصغيرة التي تحيط بها. توقد المصابيح في بعض القبور بصورة مستمرة، وفوقها توضع ربطات الزهور الجميلة التي تفوح روائحها الزكية التي تملأ الأنف بعطرها الشذي إذا ما اقترب الإنسان من القبور. أهني تتكلم في طرابلس، فيه في القبور من عادة البربر أنهم يحطوا في الورود على قبور أصحابها، وكانت رحلتها جميلة كل ما تقترب منها. تكمل في كلامها وتقول ظهرت الحدائق البربرية وكأنها أحراج من البرتقال أضيفت إلى المزارع المنفصلة من أشجار الزيتون والنخل التي تؤلف منظرا يختلف كل الاختلاف عن ما يشاهد بالقرب من العواصم الأوروبية. يعني طرابلس كانت أجمل من كل هذه العواصم الأوروبية اللي هي زارتها، ويعني تحكي على العادات الجميلة لأهالي طرابلس. كان هذا النص من كتاب 10 سنوات في بلاط طرابلس للآنسة تولي أو تولي زي ما يعرفوها الليبيين. حنجوها بعد شوية في الهدرزة. هيكي كانوا يهدرزولنا على حكاياتهم وأخبارهم ومشاهداتهم في كل أرجاء ليبيا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة ليبيا زي ما هي من ضمن برنامج فسيفسة. في الحلقة هذه بنتكلم على موضوع أني أجد فيه متعة شديدة جدا، أكثر بكثير من أي برنامج آخر. يعني من صغري حقيقة نحب نقرأ كتب وتجارب الناس حول العالم، اللي تسافر تغامر تكتشف. أكيد وانت صغار تفكروا في روبنسون كروز، حي بني أقدان وغيرها. أنا قعد معي لبساشن هذا طول عمري ونقرأ في كتب الرحلات، وأنا جدا محظوظ في حياتي أني أتيحت لي الفرصة للسفر ل 83 دولة، وعشت في كذا دول. عشت في تركيا وقريت فيها، فرنسا، إيطاليا، أمريكا، السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، الأردن، وأخيرا استقر في المقام في كندا. علاش نقول في الكلام هذا؟ لأن اليوم بنتكلم عن الرحالة اللي زاروا ليبيا. تعرفوا أن عدد الرحالة اللي زاروا ليبيا كبير هلبة 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 بجديات، لكن أنا شخصيا كني إحصاء بعض منهم تقريبا وصل ليبيا في عصر الاستكشافات. تقريبا من الإيطاليين اللي أنا حصيتهم 33 إيطالي رحالة، مش هادو اللي جايين غير هيكي وخلاص، و29 فرنسي و26 بريطاني و20 ألماني وأربعة نمساويين، وفيه من سويسرا وهولندا وكندا والدنمارك وغيرهم. كان للآثار النصيب الأكبر في الزيارات، ولكن على الأقل 24 من هذه الرحلات كانت دراسة أنثروبولوجية اجتماعية استعمارية، ويكاد يكون أغلبها لغرض اكتشاف الموارد الطبيعية وفتح المجال التجاري أيضا. يعني في الحقيقة اتسم موضوع التجاري به الغالبية العظمى منهم، وطبعا في حتى التبشير بالمسيحية كانت واضحة في اثنين منهم على الأقل، اللي ترجم بعضهم حتى كتب بالعربية والأمازيغية، باللهجة الليبية والأمازيغية، وحنجوهم في وقتهم. في اثنين منهم في ليبيا بروحها نعرفوا عليه، يعني نعرف حقيقة أن أربعة منهم مش اثنين توفوا في ليبيا وفي أثناء الرحلة متاعهم. هنين بنولي في التاريخ ونتكلم على الرحالة الأجانب. الرحالة الأجانب رغم ما نتكلمش على المسلمين، غير المسلمين اللي مروا بليبيا واللي عاشوا فيها فترة قصيرة، اللي بعضهم قال لنا حاجات وجاب لنا معلومات
ما جابهاش غيرها، واللي قال عليها منهم يعني في اللي قال عليها كلام كويس نقصد ليبيا، واللي قال عليها كلام مش هو هداك. كان بعضهم غرضه تجاري زي ما قلت صرف، وبعضهم جاسوس وواضح ويقول هذا في مذكراته، وبعضهم جابه الرغبة في التعلم والسفر واكتشاف الآخر، وحنشوفوهم كلهم بجدية. واحد منهم هذا اللي قلت لكم جابه السفر والترحال والاكتشاف، ورث ورثة كبيرة وتوفى وما عندهش حتى قرش وصرف فلوسه كلها في السفر بجد، يعني ناس تعرف تعيش حياتها بجديات. قراءة كتب التاريخ والرحلات بالذات شيء جدا مبدع، وليبيا ومكانتها في قلب المتوسط كانت محط أنظار ومنطلق لهلبة رحلات، وكانت في الغالب مدينة طرابلس منطلق أغلبهم. الأثار الرومانية والإغريقية كانت محط الرحلات الاستكشافية بالنسبة لعصر الأنوار، كانت اسمه دراسة عصر الأنوار اللي داروا فيه دراسات هلبة في أوروبا. خير ليبيا وترواتها، يعني خير ليبيا وترواتها التاريخية اللي ما عندهاش سوم انخنبت وراهي تعرض في متاحف العالم بأنواعها وأشكالها. وبما أني سافرت لدول كثيرة حقيقة سجلت في مدوناتي دائما ولصالح مؤسستنا مؤسسة توال الثقافية شن هي المقتنيات اللي هي مأخوذة من ليبيا وموزعة على المتاحف العالم. وفيه هلبة هلبة من المقتنيات الليبية موجودة في متاحف العالم، ولكن للأسف هي برا ليبيا زي ما قلت، ولكن ربما يعني ربما نقول ربما هذه نجاها ربي التحف هذه من الدمار وقعدت محفوظة في برا ليبيا لين ربي يجيب الاستقرار لبلادنا وردها. أراه اللي تم نقله من بلادنا من كل شيء، يعني من عمولات، تحف، مخطوطات، ألبسة، آلات موسيقية، بل حتى حيوانات ونباتات، وهذا كله بنجو. يعني حياتنا كلها معروضة في متاحف العالم، وحنين ما عندناش متحف مقوب في بلدنا. كان أغلب هذه الرحالة تابعين لجمعيات جغرافية ملكية وغيرها في بلدانهم، والتومين كان يجيب الانتماء والرغبة للمعرفة في غالب الأحيان. طبعا في استثناء من الكنائس اللي كان يهمها التوسع ومعرفة عوائد المسلمين، وفي اللي أغراضها استعمارية محضة، وفيه طبعا وهذا من في مرحلة متقدمة لأغراض التوسع التجاري، ولكن عن طريق العلم ومعرفة أماكن الموارد طبعا الطبيعية زي ما قلنا، وكذلك إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم. يبوا ديما بيتوسعوا بيلقوا سوق جديد لكل المنتجات اللي عندهم يبيعوها، هذا كيف بدت الرأسمالية حول العالم. وهادوا نجحوا أكثر من غيرهم في إيجاد النتائج نحسوا فيها لعند اليوم من سيطرة السوق الأوروبي على السوق التجاري العالمي، وهذا ما صارش غير في ليبيا بس، هذا صار في دول العالم كلها. لكن احنا ما نبوش نتكلموا على العالم، نتكلموا على ليبيا وعلاقتنا بهؤلاء الرحالة الأوروبيين. وطبعا هذا ما عمره توقف، تغيرت الوسائل لكن نتيجة واحدة، وهذا عند اليوم استمر. مثلا الصينيين اليوم حتى هم أروا يفتحوا في أسواق جديدة لمنتجاتهم. المهم كل مرة يفتحوا سوق جديدة لمنتجاتهم. يعني الغرض من هذه الرحلات غالبا مش مطابق مع الرحلات اللي دارها الرحالة المسلمين، وأنا اليوم مش هنتكلم عن الرحالة المسلمين اللي غالب يعني غالبها كانوا يسجلوا في ملاحظاتهم صحيح كرحالة مسلمين، وكانت أغلبها رحلات للحج، يعني يكون هو في طريقة للحج ويدون حاجات، وبعضهم استقر في ليبيا ويخي منهم من حتى تزوج من ليبيا وانتقل بزوجة ورفع معاه، منهم رحالة كبار نزلوا ليبيا زي ابن بطوطة، واللي بنخصص له حلقة خاصة بهم كلهم الرحالة هذه المسلمين. غرض رحلاتهم كان مختلف، وتدويناتهم ومعاصرتهم للأحداث حتى هو كان مختلف. تلقاهم يتكلموا على قيام وسقوط دول، عاصروها، مشاكل اعترضتهم، مشايخ تعلموا عليهم، أولياء زاروهم، لبعضهم يعني دون أشياء جميلة عن نشأة المساجد، بناء مباني، معلومات على السكان بسيطة جدا جدا، ولكن مش بالقدر اللي دارتها الدراسات الأنثروبولوجية الغربية. ويعني أشياء جميلة عن يعني مثلا زي ما قلت إنشاء مساجد وبناء مباني، يعني وكان مش منهم هم ذو الرحالة المسلمين، راهو راحت المعلومات هذه إلى الأبد. لكن خلونا نركزوا عليه الرحالة الأجانب.
وهني يجب علي شكر مكتبة ليبية عريقة وهي مكتبة الفرجاني اللي كانت أول دار ليبية تهتم بفن الرحلة وتترجم الكتب بشكل غير مسبق يعني عن علم الرحلة والرحلات إلى آخره، واللي فتحت الأبواب لهالبناس اللي ما يعرفوش يتكلموا الإنجليزية أو غيرها من اللغات. غير أن يعني حقيقة في نظري شخصي أغلب هذه الاكتشافات أو التراجم الحديثة تراجم تحتاج إلى تحديث على ضوء الاكتشافات الحديثة وتصحيح وضبط لبعض المصطلحات وعدم السماح بالتزوير العلني للألفاظ وتغييرها بأي سبب من الأسباب. أو بنعطيكم مثال، وبالله سامحوا لي أنا ديما طبعا نطلع من المواضيع، ولكن هذا مهم جدا لأي إنسان يقرأ الكتب الرحلات مترجمة للغة العربية يجب أن ينتبه، لأن فيه نوع من العبث واللعب بالمصطلحات وكذلك حذف بعض الجمل وإلى آخره. لو تقدروا تقروا مباشرة باللغة المكتوبة بها فنعم الرأي، وإذا ما قدرتوش فردوا بالكم من بعض هذه التراجم. أنا أعطيكم مثال جامعة بنغازي العريقة اللي هي تسمى تجارية لاحقا، طلعوا كتاب تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير. الكتاب هذا يتكلم عن الرحالة وإلى آخره والتجارة. يقول المترجم زي ما تشوفوا في الصورة وتعرف المنطقة المتباينة في تكويناتها والممتدة ما بين ساحل البحر المتوسط وبداية نطاق الصحراء وبين المنطقة الراقية الواقعة بين طرابلس والمحيط الأطلسي باسم باربري، والمحيط الأطلسي باسم باربري يعني نسبة لشعب البربر أو أمة البربر الأمازيغ. به شن كاين رأي المؤلف في المصطلح هذا؟ يقول يجب استخدام اصطلاح المغرب العربي، عاودوا المرة الثانية، يقول يجب استخدام اصطلاح المغرب العربي بدل التسمية الركيكة المشار إليها، يعني مصطلح بلاد البربر ركيك وهو الاسم التاريخي من أيام الاستعمارات الإغريقية والرومانية حتى سنة 1954، يعني أكثر من 2300 سنة كان هذا هو الاسم المصطلح عليه. وقال يجب استبدالها بمصطلح المغرب العربي اللي هو مصطلح حديث الاستعمال اللي خرج حتى يعني بعد 1954، واللي ما عندهاش أي سنة تاريخي، يعني الأمثلة هلبة للتحريف في كلام الرحالة. وقارن أغلب الكتب، وللأسف تصرف المترجمين في أغلب هذه النسخ من في النسخة العربية وفي الترجمة العربية. هذه حاجة حبيت ننبه لها. خلينا نولي شوية ونتكلم عليه. أول رحلة تعرفوا كيف؟ يعني ربما نرجع شوية للتاريخ ونتكلم عليهم رحلة برحلة. وأنا حاطة قدامي حقيقة قائمة اللي هي هذه بأهم الرحلات، بنحطها قدامي باش ما ننساش نتكلم عليهم رحلة برحلة. خلي نتكلم مثلا، نبدأ بمرمول. مرمول هذا كان أول رحالة كمل رحلة الحسن الوزان، وهي تقريبا أقدم رحلة سمعنا بها لأوروبي مشيلي في أفريقيا الشمالية، وهذا كان اسمه لويس ديل مارمول كارباخال، وكتابه اسمه الوصف العام لأفريقيا الشمالية، وأظن الكتاب أنا حطيته بكري هنا اللي هو هذا الجزء الثالث من الكتاب، ونجوه بعد شوية. الوصف العام لإفريقيا مر على ليبيا في رحلته اللي قعد فيها 26 سنة وهو يكتب، وكتابه هذا ألفه سنة 1571، واللي واضح أنه تبع فيه خطوة بخطوة كتاب وصف إفريقيا الشمالية للحسن الوزان. الحسن الوزان زي ما تعرفوا ليون الإفريقي اللي عليه حتى روايات وعليه حتى كتب إلى آخره، طلعوا عليه أشرطة وثائقية في بعض القنوات وإلى آخره. المهم حسن الوزان هذا كتب كتابه بأمر من البابا لأنه كان سجين وبقي في أوروبا وبعدين رجع إلى تونس ومات فيها. المهم الوصف إفريقي الحسن الوزان جي هذا مرمول كارباخال خدي الكتاب هذا وتبع خطوة بخطوة. يعني هذا الشخص كارباخال لما جي لأفريقيا الشمالية كان في نهاية الحكم الحفصي وخلال الحكم السعدي وبداية الحكم العثماني والصراعات الأوروبية وتوسعاتها في الشواطئ الشمال إفريقية، يعني في بداية ولاية يحيى باشا علي طرابلس، يعني فترة مش طويلة هلبة بعد الهجوم الإسباني وين علي طرابلس وإخراجه من قبل وبعدين تسليمها للفرسان القديس يوحنا وإخراجه من قبل العثمانيين وإلى آخره.
قلنا جاي في ولاية يحيى باشا لطرابلس، واللي بالك نديروا فيه حلقة عن التاريخ العثماني في ليبيا، يعني تكون واحدة من الحلقات، لأن ما بيش نطول في الموضوع هذا كله. وعلى فكرة نحبس هذا كارباخال وأسر في مدينة بيجاية في الجزائر خلال حكم السعديين. طبعا هذا كان يتقن العربية بشكل رهيب جدا والأمازيغية، ومن الواضح جدا أن عمله كان عمل جاسوسي بامتياز. كلف به شارلاكان الإمبراطور، وربما يكون أول من شجع على المغامرة ودخول بلاد المسلمين لأجل الجوسسة. وكان هذا بعد 80 سنة من سيطرة القشتاليين على الأندلس بشكل نهائي، وطرد المسلمين منها ومحاكم التفتيش وغيرها. تكلم على وقائع منها العزم على إعادة الغزو طرابلس مرة تانية، وحكي على الجواسيس اللي كانوا ورورهم الطرق مقابل مكافأة مالية. الحصول جاب لنا معلومات مفصلة عن هجوم الإسبان على طرابلس وجربة من وجهة نظر المهاجمين، وجاب كلام عليه زوارة ولبدة وطرابلس، وتكلم عليه وباء الطاعون. والحقيقة مر بالساحل الليبي كله حتى وصل لبعض الدواخل زي أوجلة وغيرها طبعا في الشرق الليبي، وتكلم حتى على جبل نفوسة من المناطق القريبة لطرابلس. للأسف ما نعرفوش بالتحديد لو هو فعلا زار كل هذه المناطق واحدة بواحدة، ولا كان بعض الناس يجيبوا له بعض الأخبار وهو مستقر في منطقة من المناطق. وهو طبعا كان في تونس، وهذا نعرفوه علم اليقين، لكن هل وصوله لطرابلس كان فعلا بصورة شخصية بذاته، أو عن طريق الرحالة والناس اللي المسلمين اللي كانوا يمشوا يتجولوا التجار إلى آخره، يخفون في المعلومات. يعتبر جغرافي أكثر من رحالة، لكن حبيت نبدأ به لأن فعلا هذه الرحلات بدت بكري في هالوهجة هذه يعني. وهذا يعتبر جغرافي زي ما قلت لكم أكثر من رحالة، وإن كان رحل في أفريقيا الشمالية هو شخصية لمدة 26 سنة. اللي بيقرأ كتابها على ليبيا عليه بالجزء الثالث، الكتاب السادس، هو مقسم إلى كتب، الجزء الثالث الكتاب السادس كله تقريبا على ليبيا ومن ناحية جغرافية، والكتاب السابع عن جنوب ليبيا عليه قبائل صنهاجة توارق وغيرهم. بعدها فيه ملاحظات السجين، أقدم سجين كان مر بليبيا اللي هو الطبيب جيرارد دو بروفنسال، جيرارد دو بروفنسال أو جيرار البروفنسالي. قعد 8 سنين تقريبا في طرابلس، ونظر لمعارفه وغيرها ما دارش أشغال شاقة. خلينا نقول لكم هني نطلع من الموضوع دقيقة بس، علاش قلت الكلام هذا؟ لأن زمان اللي ياخذوا فيهم او ياسروا فيهم من سفر الاعداء يستخدموا فيهم كعبيد، ويستخدموا فيهم في الاعمال الشاقه منها البناء وغيرها. القراصنه اليونانيين، القراصنه الاوروبيين، عفوا القراصنه العثمانيين اخذوا القراصنه اليونانيين والاوروبيين وشغلوهم في اشغال شاقه في مدينه طرابلس على جميع اشكالها، منها في قرقارش مقاطع الرشاد والرخام إلى آخره، منهم من يفتل في الحبال متاع السفن الشراء، السفن متاع العثمانية، منهم من ينظف الشوارع، منهم. هذه كلها تعتبر أشغال شاقة، لكن لما يلقوا واحد متعلم وعنده صنعة معينة أو يكون طبيب أو كذا من ضمن الأسرة، يعطوه أسهل خدمة باش يستفيدوا منه في العلم والمعرفة اللي عنده. الحقيقة هذا جيرارد بروفنسال أعطانا معلومات دقيقة جدا على طرابلس وشين كان يصير فيها في عهد محمد باشا الساجزلي، وذكر قصص بنايات هلبة وغيرها، ونقل لنا قصة بداية صناعة السفن. هذه من ضمن الأشياء اللي انقلها لنا في طرابلس ابتداء من سنة 1640. يعني تخيلوا 1640، أنا بكري نتكلم على مش بكري، في الحلقات اللي فاتت تكلمت عن أقدم قهوة في طرابلس كانت 1671، أهو أقدم دار لصناعة السفن في ليبيا. نعم كان فيه دار صناعة السفن في ليبيا في 1640، وكيف الأسرة هادو هم اللي عملوا أهالي طرابلس كيفية صناعة السفن، وكيف عاملهم الساجزي والآخرين. هذا كان عنده قوة ملاحظة بحيث أعطانا معلومات يعني على شنو يدير العثمانيين في العهد الأول، شنو البنايات اللي طيحوها، وشنو هو الجديد اللي بنوه، وشنو هو اللي ضافوه. يا أخي تكلم على حادثة ما انقلهاش غيره،
كيف أن محمد السقزلي هذا، محمد السقزلي هذا طبعا كان إجرامي جدا، وده يبي الحلقة بروحه، لكن كذلك من الإنصاف أنه هو دار حاجات هلبة من ضمنها مدرسة المستنصرية، ولت أحد المدارس العلمية في ليبيا والمنارات العلم في ليبيا. المهم كان يهدم قصر خام، يعني قوس ماركوس أورليوس التاريخي، وكيف الفقهاء، نعم الفقهاء قنعوه باش غير رايه في فكرة هدم قوس ماركوس. تخيلوا أن قوس ماركوس الآن مش معلمة من عالم طرابلس. تكلم على سخط الناس من الساقزلي وكيف كان يعامل في الأسرة اليونان، يعني خير ما كان يعامل في أهل البلاد نفسها، وكيف سمح للكنيسة اليونانية بفتح كنيسة لهم في طرابلس، وهذا يعني نقدر الآن نحدد أول كنيسة أمتى انفتحت، وكيف أنه هو نفسه كان من أصول الساقزلي، هذا كان من أصول اليونانية، ودخل طبعا في الجيش العثماني، والجيش العثماني والإنكشارية دي فيها من جميع الجنسيات. الشاهد مقالات الرحالة وكتبهم وشهاداتهم اللي صار إضافة جدا مهمة لتاريخ ليبيا، وهذا عشان نحب كتب الرحالة لأنهم كانوا شهود عيان، مش ينقلوا لك حاجة صارت قبلهم 400 سنة أو 500 سنة. طبعا يستمر الرحالة في النزول لليبيا، لكن ما فيش فترة تشجع فيها وتوسعت فيها الرحالة والرحلات في زيارة ليبيا زي الحكم القرمالي اللي حقيقة افتح لهم البلاد على مصراعيها زي ما يقولوا، على وسعها كانت مفتوحة، واللي ربما أيضا يعني ربما يعني دفاعا عن القرمليين أن البلاد صار لها حالة استقرار كبير، واللي خلى الرحالة يخافوا أقل من قطاع الطرق إلى آخره، معذرة. وكذلك التوسع التجاري اللي صار مع إفريقيا في عهد القرمليين، وهذا أغرى الأوروبيين والشركات والجمعيات الجغرافية متاعهم باش تعرف شن هو المصدر اللي جت منه هذه الثروات كلها واللي بيعوا فيها في شواطئ طرابلس إلى أوروبا وإلى غيره. إذن يعني فيه رحالة هلبة مهمين جدا جوف الفترة هذه متاع العهد القرمالي، وأظن واحدة حلقة واحدة مش هتفيد تكفي فيهم. في رحالة مهم جدا اللي هو كلود غارنيه اللي خلانا معلومات هلبة، اللي هو كان طبعا جراح فرنسي، تكلمت عليه لما تكلمت عن تاريخ العملات في ليبيا والعملة السلفيوم. كلود غارنيه هذا اللي في الغالب يكون أقدم رحالة زار ليبيا لغرض الاستكشافات الأثرية كذلك، اسم رحلته واللي انطبعت له بعنوان Voyage de l'Empire Ottoman du Naturaliste كلود غارنيه 1733 و 1737، يعني ترجمة متاعها رحلة في الإمبراطورية العثمانية لكلود غارنيه، يعني طبعا الكتاب هذا ما نعرفهاش مترجم، قريتها مباشرة بالفرنسية، لكلود غارنيه 4 سنوات كانت في العهد القرمالي منها، واللي هي بدت سنة 1733 إلى 1737. هذا الرحالة وأعماله كانت مجهولة حتى للفرنسيين نفسهم، تصدقوا ولا تصدقوا يعني يا أخي، حتى بداياته ما كانتش معروفة لين اكتشفوا مراسلاته مع وزارة الشؤون الخارجية في بلاده. على فكرة في نفس الفترة كتب ابن غلبون كتابه التذكار في مملكة طرابلس، وكان بها من الأخبار، واللي عندي منه حقيقة مخطوط، وأنا جدا فخور بهذه المخطوط اللي حصلتها زمان من مزدة. المهم واللي يعتبر مرجع مهم عن تاريخ، مش من مزدة نفسه وإنما من عائلة السني اللي هي من مزدة، مرجع مهم عن تاريخ طرابلس، وإن كان أغلب معلوماته غارقة في العموم. غارنيه هذا نقلنا معلومات مهمة عن كيف القرمليين استفردوا بطرابلس ووسعوا ووطدوا فيها الحكم بتاعهم، يعني حوالي 22 سنة هو جاي بعد سيطرة أحمد باشا على طرابلس. المهم غارنيه هذا كان عالم نبات، كان يشتغل في الحديقة الملكية، وعين بعدها في الأكاديمية الملكية للعلوم. تتذكروا ما هياش حكومات ولا روس مال كبيرة اللي تجيب هادو لبلادنا مؤسسات مجتمع مدني متاعهم بهذيك الطريقة في هذاك الوقت، طبعا جمعيات جغرافية وغيرها كانت متعطشة للمعرفة والتوسع المعرفي، وطبعا لهم ارتباطات بوزارات وحكومات زي ما بنشوفوا بعدين متاع بلادهم، والهدف من الرحلات متاعهم هو استجلاب، هو حسب ما يقول هذا غارنيه كان الهدف من الرحلة متاعه لإقليم طرابلس كان لاستجلاب خيول بربرية للويس الخامس عشر باش يحسن بها النسل متاع الخيل متاعه،
وبيجمع شوية نباتات للمتحف أو المجمع العلمي للنباتات الفرنسي. وخلال الرحلة متاعه سجل مشاهدات ربما يعني تكون قد ضاعت للأبد لو لم يكن هذا غارنييه دونها، زي في طرابلس وقرزة ودرنة وشحات ورأس هلال وغيرها. المهم الهدف الرئيسي والمعلن لرحلة غارنييه زي ما قلت إلى ليبيا وغيرها من الأقطار الأخرى كان تجميع عينات لحديقة الملك والأكاديمية الملكية للعلوم وللأكاديمية الملكية للنقوش والفنون الجميلة، وتجميع معلومات عن المصادر المعدنية يعني المعادن وكذا المصادر متاعهم في بلادنا والزراعة وإمكانات متاعها في الأماكن اللي بيزورها، إضافة إلى تدوين ملاحظات جغرافية عن الأنهار والسواحل البحرية والنهرية، وزيد عليها طبعا زيارة المواقع الأثرية لتجميع النقوش منها. يعني الحقيقة الرحلات هذه أنا نتكلم عليها من منطلق ليبيا، لكن الرحالة هذه لما جوا ربما بدوا بليبيا وبدوا بطرابلس، لكنهم في الحقيقة مشوا لدول هلبة وجمعوا من دول هذا. مثلا غارنييه انطلق من 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 مصر، وكان الهدف من الرحله بتاعها اكبر هلبه من فقط الحدود الجغرافيه الليبيه. المهم هذا خلى لنا معلومات في متاحف فرنسيه موجوده الان توه مش موجوده او اختفت في ليبيا، وتدويناته ورسوماته كانت مصدر مهم لمعلومات هلبه واضافه مهمه من المكتبه الليبيه واثراء لها. يعني أنا نفسي شفت في أشياء متاحف كبيرة جدا في فرنسا فيها أشياء تتعلق بليبيا من الألبسة من الحلي من الحاجات هذه، زي مثلا متحف كيبرونلي اللي موجود في باريس، متحف أنثروبولوجي يجمع فيه يعني شفت في ألبسة ليبية كيف بالضبط كانوا يلبسوا الليبيين قبل 200 سنة 100 سنة 300 سنة، وهذه موجودة إلى الآن في كيبرونلي من أحذية من ألبسة أهالينا في غدامس في جبل نفوسة عند التوارق في طرابلس وغيرها من المناطق، واللي بحب توسع فيها يمشي المتاحف هذه موجودة كلها في الإنترنت يمكن البحث فيها. المهم بعدها جت رحلة جيمس بروس اللي جي عام 1766 اللي تكلم على الآثار الرومانية في ليبيا حتى هو كذلك في عصر النهضة الإيطالي. كان يعني أغلب الرحالة وأغلب المتعلمين متاعهم والأرستقراطيين قدوتهم مصدر إلهام حضارتهم ونهضتهم الحضارية اللي هي الحضارتين الرومانية والإغريقية. وهنا جت أهمية ليبيا والجنة الموعودة اللي تكلمت عليها في العنوان، كانوا يجوا بخلفية مبنية على كتابات تتعلق بتاريخ المنطقة تحت السيطرة الرومانيين، يعني في كتب كتبت من زمان من عهد هيرودوت وانت تعالى جاي يعني، فكانوا يستلهموا منها المعلومات باش يزوروها ويجوا طول الأماكن المذكورة في هذه المراجع بالأساس. معليش معلومة جانبية، أغلب البحوث الأثرية الأولى كان الخلفية متاعتها إنجيلية تؤكد على مناطق ذكرت في التوراة والإنجيل ويبوا يتأكدوا منها ويوسعوا معارفهم بها، فكان الشرق الأوسط خصوصا فلسطين والعراق هي حقلها الأساسي بالإضافة طبعا لمصر، لكن بعدين بدوا يوسعوا باش يؤكدوا في معلومات تتعلق بالحضارة الإغريقية الرومانية، وكانت ليبيا هي جنتهم الموعودة بما يخص الإغريق والرومان، وليبيا راهي مذكورة بشكل كبير جدا جدا عند الإغريق والرومان، وهذا حتى هو بنشوف في وقت من الأوقات لازم نخصص له حلقة. القوة في ليبيا ضلتهم، خصوصا أن أغلب الآثار الرومانية في ليبيا ما زالت في حالة جيدة نسبيا، والرحالة غارنييه هذا غارنييه اللي جبناه قبل شوية مش هذا كان رحلته شملت الشرق الأوسط والمعلومات الإنجيلية كمصدر رئيسي للمعلومات متاعها في الرحلة، وبعدها جي الرحالة هذا بروس اللي مشي في نفس المنوال وكتابه عن مصدر نهر النيل، وليبيا كانت تقريبا أقرب نقطة عبور نحو الغرب حتى، وهي وعلى فكرة يعني هو كان رئيس البعثة القنصلية في الجزائر قبل ما يجي ليبيا كرحالة. وطبعا القناصل زمان يتميزوا بروح عالية وإخلاص ووطنية لبلادهم وعليه معرفة واسعة بالتاريخ. جيمس هذا جري التاريخ في إيطاليا وكان يتكلم العربية بطلاقة وكان تاجر كبير، يعني إنسان مش عادي، يعني
زي ما يقولوا يعني مش زي القناصل للأسف اللي في بلادنا الآن. في هذاك الوقت القنصل يكون عنده معارف واسعة، يكون عنده أكثر من لغة، ويخدم مصالح بلادهم. القنصل مهمته أكبر بكثير جدا من القناصل اللي نسمعوا بهم اليوم، واللي أغلبهم زي ما يقولوا بالليبي لا يحدث ليجيب رشاد. مهنة القنصل والسفير لها مهمة كبيرة جدا في تاريخ البلدان، وهم اللي يجيبوا الاستقرار لبلدانهم ويوسعوا تأثيرها العالمي. في التاريخ الليبي القديم فيه قناصل نقدر نعدوهم ونحصوهم ونعرفوهم، كان لهم فايدة كبيرة جدا لبلادهم. طيب، جيمس بروس خلانا معلومات أثرية مهمة جدا عليه بلادنا في المراحل المبكرة اللي كانت فيه الناس غافلة عن أهمية هذا الجزء من تاريخنا. كذلك، وعلى فكرة قبله قرني حتى هو راه ما صدقوش الأكاديميين، هلبة ومنهم رحالة زيه فانعزل في حوشه، وصار له خيمة أمل كبيرة لننشر كتابه ومذكراته بعد 30 سنة من رحلة، وأثبت الوقت صدق اللي يقول فيه واكتسب بعدها شهرة واسعة. به اللي حطوا الرحال ونقلوا معلومات تاريخية ووقائع مهمة في ليبيا حسب التسلسل الزمني اللي مشينا به لتوه، معنينا يراه بنتخطى بعض الأسماء اللي بنجيبهم بعدين في حلقة تانية لارتباطهم بالموضوع اللي بنتكلم عليه في الحلقات الجاية. هذه الورقة نمشي بها بالترتيب باش ما ننساش. يعني من ضمن الناس اللي حطوا الرحال في ليبيا وفي نفس الفترة تقريبا مش بعيدة هلبة على الفترة اللي تكلمنا عليها في غارني قبل شوية، الآنسة تولي ولا توليلي اللي قريناها النص في بداية الحلقة، اللي كانت قاعدة ملازمة لأخوها القنصل في ليبيا ريتشارد تولي أو توليلي من 1783 كان ما خيبش ضع... لا إيه إيه من 1903 من 1783 إلى 1793، يعني 10 سنوات بالضبط، وهي سمت كتابة 10 سنوات في بلاط طرابلس. والحق الكتاب مرجع لا يستهان به في تاريخ ليبيا في العصر القرمالي اللي هو يوسف باشا خصوصا. وطبعا الأهمية الأنثروبولوجية للكتاب ما يمكنش تفاديها. الكتاب ترجم مرتين للعربية، الأولى سنة 1967 لمترجم عراقي وهي الأدق في نظري، ولكن لو كان يعني أنت تتكلم الإنجليزية وزي ما قلت لكم بكري بكل كتب الرحالة إنجليزي فرنسي إلى آخره، ننصحك تقراه باللغة الأصلية متاعها. للأسف التراجم في مجتمعاتنا وهذا ما نقدرش نضغط عليه أكثر ونتكلم عليه أكثر من هيك تنقص المصداقية والأمان. المهم طبعا يعني الكتاب متاعها هذا 10 سنوات في بلاط طرابلس وذكر لي سكانها من البربر والعرب والأتراك، هذا اسم الكتاب. مهم لأن عاشت الأحداث اللي تتكلم عليها وكانت مقربة من القرمليين، وزيد عليها لحقتها برسومات وخرائط في غاية الأهمية. ولا تخلو طبعا صورتها للمجتمع الليبي من نوع من التشويه في نظري، لأن ديما تشوف المجتمع بعين القرماليين والمتصلين العثمانيين عموما وكذلك بعين الأوروبيين، لكن الكتاب لا يخلو من إنصاف. كتاب جدا مهم وفيه يعني معلومات جدا دسمة، وزي ما شفتوا في البداية كيف قريت على المقابر وضع الزهور وإلى آخره، على المقابر في هذاك الوقت 1783، يعني تخيلوا معاي من أكثر من 200 سنة كان جدودنا بها هذا التطور وعندهم عادات وتقاليد احنا الآن ماش نعرفوها نهائيا. فيه الرحالة الألماني المكلف من قبل الخارجية البريطانية اللي هو هورنمان اللي وصل لطرابلس سنة 1797، اللي هو 4 سنوات بعد ما غادر التولي، اللي انطلق من القاهرة لمرزق واكتابه هذا اللي تشوفوا فيه فيه من الفوائد الحاجة الكبيرة، وجي لليبيا مع تجار من مدينة أوجلة.
انطلق معاهم في من الكرداسة اللي هو المنطلق والمكان اللي يجتمعوا فيه تجار أوجلة، وهذا تكلمنا عليه لما تكلمنا عليه حلقة الألبسة في الشرق الليبي، وكيف أهالي أوجلة كانوا يشروا في الأقمشة القطن متاعهم من الكرداسة هذه اللي هي في جنب القاهرة. على فكرة هذا الرحالة كان متنكر في زي، وعلى أساس أنه هو تركي وكان يتقن اللغتين العربية والتركية. اللي عاونا فيها طبعا الرحلة هذه شخص مقيم في باريس، أصله من طرابلس من أصول تركية، هو هيك يقول في الكلام تاعه. ورحلته ما طولتش هلبة، ومات بمرض الزحارة أو شيء من القبيل في مدينة بيرنو، ومدينة بيرنو هذه اللي متكلموا عليها ونلقوها في الوثائق القديمة لأهالينا في غدامس هلبة ومرزق وأهلنا في أوجلة. بحكم التجارة الشمال أفريقية والإفريقية، التجارة الليبية والإفريقية كانت تمر مع برنو. سنة 1801 هو توفى، واللي معلوماته ما كانتش حسب اللي طلبوا منه يجمع المعلومات، ما كانتش كافية بالنسبة للجمعية اللي بعتاتها لاكتشاف إفريقيا جنوب الصحراء، واللي بتخلي الحكومة البريطانية بعدها تجهز لرحلة تانية بنجوها بعد شوية. أهلي مش هدفي حقيقة نتكلم على كل رحلة أو رحلة بالتفصيل، بقدر الحديث عن عالم الرحلات وأن ليبيا كانت مقصد للرحلات هلبة عبر التاريخ يعني. وهذا بذكرنا يعني برحالة تانية وحلي نتكلم عليها في دقيقة بس، لكن اللي بنقول لكم أن عالم الرحلة والرحلات ليبيا كان أخذ نصيب كبير جدا فيها، واحنا محظوظين ان خلونا نكمل هذه من المعلومات عن تاريخ ليبيا في العصر الوسيط اللي قلت فيه الكتابات عن التاريخ الليبي، ولو كان في بعض مؤلفين ليبيين طبعا اللي ذكرنا بعضهم من بكري. المهم هل برحالة ارادوا معرفة ليبيا ودخول ليبيا والحديث عن طرابلس، ان اشتهر اسمها واصبح اسم كبير هل عبر التاريخ. وهذا بذكرني برحالة تاني مهم اللي هو علي بيك العباسي. علي بيك العباسي في الواقع حقيقة هو مسماش علي بيك العباسي، هو اسمه الحقيقي دومينيكو باديا لبليك. دومينيكو باديا لبليك وقعد هذا في طرابلس حوالي السنة ما بين 1805 و1806. ادعي الإسلام، ومش هو الوحيد على فكرة يدعي الإسلام، باش يخش ما بين المسلمين وياخذ منهم معلومات ويعاود ينقلها لبلاده. الرحلة متاع حقيقة بدأت قبل هذا بهلبة، بدأت 1807 وانتهت سنة 1803 عفوا وانتهت سنة 1807. وطبعا من الاسم اللي سمى به روحه وهو علي بيك العباسي، وكان يدعي انه هو كانت اللغة العربية متاعه مش هذيك، قصدي كويس العربية متاعه، لكن كان عنده النطق زي ما يقولوا الاكسنت مش هو هذاك. قال لهم انه هو عاش في الغرب مدة وتعوج لسانه، والمهم كان يتقن العربية ولغات يعني هلبة، وتقرب من هلبة حكام مسلمين وقتها، ودار وصف دقيق لطرابلس وأهلها ومنازلها والطاعون اللي صابها، والحقيقة أنصف طرابلس وقال عليها كلام كويس هلبة هلبة هلبة. تكلم فيها على عائلة الطقس، ناسها، سكانها، التغييرات الكبرى اللي مرت بها، تكلم على الديانات الموجود فيها، هو اللي انقلنا عدد البيع متاع اليهود أو الصلاة كما يسموا فيها اليهود، هو اللي انقلنا معلومات عن المسيحيين في طرابلس، هو اللي انقلنا المعلومات على كنيستين على الأقل في طرابلس. والمهم التغييرات الكبرى اللي مرت بها المنطقة والتركيبة السكانية متاعها، ووصف علاقتها بحكامها القرمليين وعلاقاتهم بالمناطق الداخلية، ونقلنا معلومات دقيقة عن يهود طرابلس زي ما قلت، وكان كلامه جدا مادح لطرابلس واعطاها حقها وأنصفها. وحتى هو تكلم هلبة على العائلة القرملية أو الأسرة القرملية، وبينا البذخ اللي كانت تعيشه بجديات الكتاب، مهم جدا اللي يحبوا كتب الرحالة والمغامرة والجوسسة. وطبعا زي ما قلت لكم غير هذا، ادعى انه هو مسلم ودخل في صفوف المسلمين واقترب هلبة من البشوات ولقى لنا كل اخبارهم. يعتبر حالة نادرة وصل من خلالها لعند مكة، وراهو هذا احد يعني من مجموعة من الرحالة اللي خشوا المجتمع وللحكام وربطتهم بهم صداقات، وهم اصلا ما عمرهمش كانوا مسلمين.
المهم التانيين بنجون في وقتهم. من هنا وجديد الرحلة وأصحاب الرحلات يعني بيكتروا، والتقنيات اللي بينقلوها معهم بتكتر وتكبر، وبدأ فيه التغيير في حتى نوعية ونمط الطريقة والمواضيع اللي بيدرسوها. طبعا فيه جاي بعدها الرحلة الطبيب فيه الرحلة الطبيب جوزيف ريتش المكلف من قبل الخارجية البريطانية سنة 1818، وكان مكلف بدراسة العمق الإفريقي، ولكن بعد سنة بس مات من مرض مش معروف في مدينة مرزوق. كان يعني استقبل فيها الوالد بتاع مرزوق والآخر، وهذا حتى هو بنجوه في حلقة المدن الليبية العريقة زي مرزق، زي أوجلا، زي غات، زي سوكنا وغدامس طبعا وطرابلس. هذه المدن العريقة اللي كان يعني عمود التجارة في البعد الليبي. كان هذا في رحلته العمق الأفريقي زي ما قلت، وخصوصا نهر النيجر، لكن كان شحيح جدا في معلوماته، خصوصا أنه كان انطوائي، يعني يحب يقعمز بروحه، يحب يدوين مع الناس هلبة. ولما مات انفتحت الصناديق متاع الممتلكات متاعه واللي كانت بحوزته من قبل يعني صديقه والمرافق متاعه في الرحلة اللي هو جان فرانسيس ليون، صاحب الكتاب هذا من طرابلس إلى فزان. كتاب جدا 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 مهم، ربما تستفيدوا من قراءته. يعتبر مرجع مهم في الدواخل الليبية، واللي بدأها في النص الثاني من سنة 1818، وتنقل فيها خلال يعني خلال هذه المدن، وخلالنا خرائط ورسومات وإلى آخره. مجموعة طبعا من الرسومات التوضيحية اللي منها ألبسة الليبيين عاداتهم في وقتها، والجيم من مقتنيات ريتشي هلبة نباتات تم ضغطها لغرض نقلها لبريطانيا، وبعض الحيوانات ومذكرات عن عادات وتقاليد طرابلس ومرزق وسوكنا وورفلا. سامحوني يعني بديت نختصر بالرغم من أهمية كل هذا. كل رحلة فيه الخوت الزوز فريدريك وهنري بيتشي داروا رحلة في الساحل الليبي من طرابلس لعند درنا سنة 1821 إلى 1822، وهادو خلونا رسومات هلبة وخرائط مهمة، وكانت رحلتهم للكشف عن الأثار، ولكن مع هذا خلونا معلومات أنثروبولوجية واقتصادية ويخي حتى صحية عن المدن الليبية، وخصوصا طبعا طرابلس. بندير إعادة سريعة للي قلت لكم، اللي هي تكلمنا اليوم عليه مارمول وجيرار، تكلمنا البروفنسالي هذا ومعهم كلود فارنيه وجيمس بروس والآنسة تولي وعلي بيك العباسي وجوزيف ريتشي وجونز فرانسوا ليون والأخوين بيتشي. المرة الجاية بحنتكلم وننقلكم عن كل من أغوستينو تورشيلي أو تورشيلي وباولو دي لاشيلا، رحالة ريتشاردسون، مانفريدو مع كامبيو، حتى هم هاد مهمين جدا حتى في التصوير، فريدريك مولر. حنجيب أسماء هلبة يعني حقيقة، جيمز هاملتون مثلا، كريستيان إيفالدا، إنريك بارث كذلك. يعني بنحاول أنني نجيب أكبر قدر ممكن من المؤرخين اللي هم لهم علاقة مباشرة بليبيا، منهم مرداخ سميت، إدوارو فوغل، وغوستاف ناختيغال عفوا، وإيتش سوزن كوبر، وغوتلوب أدلوف غراوزا، والبارون هنريش مالسان، والحصيله هلبة قداش الواحد بيتفكر فيه طبعا. نسيت إيفان فان بيري، إيرفين فان بيري، هذا ترجمت له رحلته لغات والمخطوطات اللي يجمعها غادي باللغة الأمازيغية، وما زال في 14 الحق يعني. وفيه طبعا غريهارد رولفز، روفلس دي ما نقوله رولفز، وكذلك أغوستو فروند، وما تنسوش طبعا هانس شتوما. هانس شتوما قديش باش نتكلم عليه، هذا مفروض افتح به الحلقة المرة اللي فاتت. هانس شتوما هذا اللي تكلمت فيها عليه حلقة التصوير اللي جابلنا بيات الشعرية عليه اقدم مصور كان في طرابلس. المهم خلي نختم الحلقة هذه باشعار لشتوما هذا، وباش نقول طره هو خلى شعر هلبة في شعرك يرد انتباهي بالالفاظ الموجودة فيه. يغرانك البحر
أم تتصب المطر يا غرانق يا غراب، أم تيجينا السحاب باش يقول الزرع طاب، خير ما يقعد خضر يا غرانق ماشيين، خبروا منين جايين، إن شاء الله رب العالمين علينا يصب المطر يا غرانق يا طيارة، بشرونا بالبشارة. المهم قصيدة طويلة هلبة وقصائد هلبة نقلهم لنا كلهم في كتابه من مع قصص شعبية لطيفة، بعضها لحقنا عليهم وبعضها ضاع من الذاكرة الشعبية وبعضها أصبحت أغاني شعبية مشهورة. نوعدكم حندير حلقة على كل هذه الأشياء والموروث الشفهي والموروث متاع القصص والحكايات الأخيرة، وأنا أديت لكم حلقة الأولى وأنا عن الخراري في زمان، زي ما قلت لكم شتومة حتى هو بيتكلم عليه في التفصيل في المستقبل، جاي في أواخر القرن التاسع عشر 1895، وسجل مجموعة قصص وحكايات لغرض دراسات الأنثروبولوجية، هو كان عالم لغويات ويحب يدرس الدراسات هذه. المهم في ختام الحلقة نقول لكم تحياتي وإلى اللقاء، وإن شاء الله نتلاقوا مرة تانية ونتكلموا بإسهاب في عن رحلة آخرين. بارك الله فيكم، السلام عليكم.